يتعمد إثارة الجدل ريان جيلر؟ أوقات إيه وأوقات لا. أي متى تتعمد إثارة الجدل وليه؟ أتعمد إثارة الجدل وقت اللي فيني ممكن جاي على مزاجي كذا ممكن. قصة مزاج. مزاج كل الفنانين بثيروا الجدل. ريان جيلر هل بالعادة تتعرض للتحرش على وسائل التواصل الاجتماعي؟ من الطبيعي أي شخص خلق بالشكل ناعم ووسيم إلى حد ما من المحتمل أنه بيتعرض للتحرش من قبل ضعاف النفوس، فإيه بتعرض للتحرش. قلت لي ناعم ووسيم، شو يعني ناعم؟ شو بتقصد؟ ليه عرفت عن نفسك أنك ناعم؟ وصفت نفسك بالناعم؟ لأنه هذا أغلب كلام الناس يعني، والإنسان بيعرف نفسه كمان أكيد. هل المتحرشين فيكم رجال أم نساء؟ سؤال صعب. أكيد في الاثنين، بس إنه رجال أكثر. كيف تكون ردة فعلك؟ ولا أي شيء، ما بعطي أي ردة فعل، إما بالرفض وإما بالتجاهل. إذا حدا كونه عم توصف نفسك بالنعم، إذا حدا سألك أنت ولد أم بنت، شو بيكون جوابك؟ أكيد بيكون جوابي ولد. ما أنا ما رح يكون لهالدرجة إنسان نفسيتي سيئة وما رح أتقبل الشخص اللي بيسألني هذا السؤال، لأنه عن جد في ناس ممكن بتغلط يعني. بتقله للي بيقلك هيك ولد يا ولد؟ هيدا كلامك طبعاً بالرسالة. على حسب، إذا كان الشخص اللي بيسألني هذا السؤال لهدف التجريح، ما أكيد إنه أنا رح وقفه لحده طبعاً. نعم. أم إذا كان السؤال لهدف السؤال فقط البريء، السؤال البريء. نعم.